السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله هذه ينال إعجابكم. مرحبا بكم في فيديو يوم، أتمنى إن شاء الله هذه ينال إعجابكم. مهم يا إثما نتواجد مازال ذي حسيمة نشارك كيدوم ربعة الفيديوهات مشيت ورام أمشينا ذي الحسيمة ذي الوسط الحسيمة أمشي نومي قان سيدي عابد أمشينا ونيتين معروف ذنيتي ذي الحسيمة. هذا المكان هذا اللي كيتواجد في الحسيمة سميتو سيدي عابد، اللي هو المكان اللي جا في الوسط نتاع الحسيمة، وهذا المكان راه معروف في أي بلاصة. المهم كما كتشوفوا معايا هذا هي الأجواء، هذا هما التغيرات اللي كاينة في الحسيمة، اللهم بارك. Thank you.